باركولنا داخلين عش زوجية؟ ده قدام التمثال بتاعي. أنا جيت نورت البيت، جم في زياد وقت البيز وعليل البيت، سمعني صوت عارف واستكفى محبة زغريش. ايه ده؟ مين اللي نزل بالتتر؟ اهلا اهلا بالعرايس. طب مش كنت تقول؟ مش تقول انك جاي ولا تقول ليه؟ ما انت اساسا ما قلت انك ناوي تتجوز. سوري يا كبير، انا سقطت. بس سقطت ايه يا اسقع خلق الله؟ وانا بقول لك ما عملتش حسابي في العشاء، ده جواز. وده بقى الشجر المكرر بتاع العيله بتاعتنا الكبير. حبيبي يا كبير، منور الدنيا كلها. اعمل باي باي للفانز. يلا يا جماعه بقى، يلا لايكات كتير كتير كتير. الكبير قوي كبير. تحب تقول لنا ايه يا حبيبي بعد قرايه فتحتنا؟ احب ابارك لكم، واحب اقول لك انك لو ما نزلتش البتاع ده انا حدشتش وتشتيش. خلاص بوظ اللايف. سوري وريتش كان عالي جدا. سوري. اتصرف. كبير ممكن ثانيه واحده؟ ثانيه واحده بس، كلمه بس. تعالي تعالي يا حلوه. ايه يا كبير، ممكن اعرف انت متضايق ليه؟ ده بدل ما تفرح لي افرح لك، لان عرفت كيفك يا في الغريب من على النت. ده انت مهانش عليك حتى تمنشني. لا بل ما انا كنت هقول لك، بس هي جت خطف والحكايه مليانه تفاصيل، اكيد هقعد احكي لك. الكلام ده تقوله للبيرسونال ترينر بتاعك في الجيم. انا اخوك ياد، يعني لازم تاخد رايي. مش يمكن ما وافقش على الجوازه؟ هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ على فكره انا كبير انف ان اخد قراراتي بنفسي دلوقتي. بطل بقى تعاملني على سن اخوك الصغير. جاس وات، احنا توأم وتوأم متطابق. احنا توأم صح، بس مش متطابق. خبر ليه؟ ليه؟ عشان انا عندي مخ وانت ما عندكش. ولو متضايق قوي يعني على كلمة انك تاخد رأيي، خلاص يا سيدي اقل نتعرف عليها. ده نسب يا جوني، ده المثل بيقول لك قبل ما تناسب حاسب. لا حاسب انت، حاسب كمان مان. اكيد انا ما كنتش هاخد خطوة من غير ما ارجع لك. بيني وبينك البنت ريتها ما تتفوتش، قلت اربط كلام وجبتها هنا عشان كده، يعني تقعد معنا يومين ثلاثة وتعرفها. تقعد فين؟ تجنيت يا جوني ولا ايه؟ لا يا ود ابوي، النظام اللي بنشوفه على السوشيال ميديا ده، تلقى الواد واخد البت على حجره واخدين سيشن ويجري وراه بالبكيني وكاتبين تحت الصوره الحمد لله اخيرا قرينا فاتحه. قروها في جهنم ولا عايزين تقعدوا سنتين ثلاثه بالصاحبين؟ ها نظام فريندز ويز بنفيتس وسيجي ميجي هوب اسكالوبه وهوب القاك داخل عليا بعيلين ثلاثه كيف كريستيانو وجورجينا. دي طير فيها رقاب يا جوني. ايه الخيال ده كله يا ابني؟ مفيش يا ابني لا في ميكي ولا سيكي، هي البنت هتيجي هنا تقعد ضيفه في اوضه لوحدها، عشان بس انا عايزه ايه يعني تاخد على الجو هنا، ما يحصلش كالتشر شوك. لو هتقعد هنا ضيفه على ان على راسي من فوق. ويكون في معلومك انا زارع كاميرات متناهيه الدقه ما تتشافش بالعين المجرده في كل حته في الدوار، عشان لو فكرت تسرح بالليل تروح لها الاوضه نظام سيجي ميجي هوب اسكالو. ايه سيكي وميكي دي في ايه؟ انت حافظ كلمتين عايز تلطحهم في اي حته وخلاص. بعدين وين منت؟ انت زارع كاميرات ليه؟ عايز ترعبنا يا كبير؟ بيني وبينك كلام في سرك، في حاجات ابتدت تختفي من البيت. او ماي جاد، في حرامي هنا؟ تقريبا كده واحد كمان يعني من المقربين، يعني رجلي واخده على الدوار، يمكن حد من الغفر، يمكن حد من البيت. وايه اللي اختفى من البيت؟ انا كنت جايب نص كاجو ربعين وكيلو فستق اربع ارباع. دهب؟ فستق دهب؟ لا فستق مملح عادي. وهو ده اللي اتسرق؟ لقيت ربع من الكاجو مفتوح وناقص منه ثلاث حبات، وربع من الفستق مفتوح وناقص منه 22 حبايه، والفتات اللي في قعر الكيس. وده معناه ايه؟ معناه ان الجاني عاشق للفستق، هيكرهه. يعني لو لقيت حد ماشي في الدوار لابس تي شيرت فستقي يبقى هو الحرامي؟ ايه دخل الاستطعام باللبس؟ ما انت بتقول اي كلام يا كبير، ده مش حرامي مبدئيا، ده فار جعان يا اما حد صاحي من النوم خد كبشه. ما تستهونش،
ما هو اللي يسرق النهارده فستقه بكره يسرق عربيه هامر. ايه الجامب ده؟ مين الحرامي اللي هيبدا الكارير بتاعه بفستقه وتاني سرقه على طول عربيه هامر؟ ده تسيبه يسرق، ده طموح. انت بتشجع الجريمه؟ مش قصدي اشجع الجريمه، بس يعني اوفر قوي اللي انت عامله ده، كل ده عشان شويه فستق. واه انت خبر الفستق بيجيب كام؟ اكيد مش اغلى من الكاميرات اللي انت زارعها في كل حته. لا طبعا واه تصدق عندك حق؟ كان عملت كيف لقى ربع جنيه مخروم قام راح للحداد لحمه بخمسة جنيه. ده مخه على قده ده، ده واحد صاحبك؟ ده ابوك الله يرحمه. كنا في الجينات دي ولا ايه؟ ما متغيرش الموضوع. كاميرات في كل حته. ها؟ ها؟ في كل حته. خلي بالك. هتلعب بديلك بالليل وتروح هتتصور. ساعتها هنزلها على النت. شاهد قبل الحذف. شاب براسته. هم يسكي ميكي. وهوب اسكلو. اسكلو. هوب اسكلوبا. وانا استغرب ليه؟ ده واحد بيعد الفستق. ايه ده؟ ايه اللي معادك هنا؟ زهجانه يعني فجولت اقعد هنا. طب ما شفتيش شروق؟ قلب عليها الدنيا. لسه شايفاها. شايفاها فين؟ في التليفون يا جوني. طلع علي مع الراجل اللي اسمه عم صابر بتاع التين واكله ياجي 30 تنايه لحد دلوقتي. اعمل حسابك على كاسه سمراء عشان اول لما تجي ترجع على طول. ايه اللي نزلها بالليل كده؟ هو احنا في القاهره؟ انا حاسس انها هتجيب لي مشاكل كتير جدا. ولما انت عارف كويس ان البت دي هتعمل لك مشاكل، ليه مصمم ان انت تتجوزها؟ ده اخوك الكبير حارق دمه ليل نهار وهو قاعد بيتفرج على فيديوهاتها ويقول هو جوني ده كان عقله فين لما عاوز يتجوز البت دي، ورجع يقول هو ده في عقله اصلا؟ ده عيل اهبل وريالته نزل لحد ركبه. ايه ده؟ ايه كل الافوارة دي؟ ليه كل ده؟ وانا سكت له؟ انا سكت له يا جوني؟ قلت له لا جوني ده طيب. ثانك يو. قال لي ده واد عبيط وعارر نفسه وهيعرنا معاه. النتن ده. بقول لك ايه؟ انا مش عارف، انا حاسس ان في انجكشن انت حطاه في حته من عندك كده. وانا سكت له يا جوني؟ انا قلت له جوني ده غلبان. قال لي الحمار غلبان. بس بقى بس بقى الكبير استحالة يقول كده، انت اللي مألفة الكلام ده. لا الكبير يقول لو مرتبط ببوتاجاز ستة شعلة عمال يسخن فيه. وهو ناقص يعني بوتاجاز ستة شعلة عشان خاطر يقول لك الكلام ده؟ هو اصلا الموضوع ده بايظ يا جوني، ما ينفعش تتجوز البت دي. انا والله كان نفسي اقول له على اللي فيها. تقول له ايه؟ خلاص مفيش حاجة. لا اقولها، تقول لا ما تسيبنيش كده وتفتح لي الموضوع وتسكت. مش قصدي مش قصدي.